ودي انا كبرنا ما بقى لنا ما نتزوجوا. واد انت انا نتزوج؟ لا باغي نفوز انا فريش. امكانيات واخا تكون عندي انا كاع مال الدنيا كامل ما نقدرش ندير من فوت المراه. ان المراه اللي كانت صالحه الراجل، المراه اللي كانت صالحه ينزح الراجل، ما كانت صالحه يفسد الراجل. دابا غنديرو حنا ست العيالات كل مراه تسكن في الباطيمه ديالها. الباطيمات موجودين عند الحاج ثابت، كل مراه والباطيمه ديالها. ندبحوا ليها حاولي، كل مره ندبحوا ليها حاولي في النهار. ما قلتش ليها ما عندكش خرقه ديالها. حاولي في النهار ندبحوا ليها، الله يخرب الحاج ثابت عنده 600 راس. انا فين؟ ايوا ضروري غندير جوجات من العربيه وجوجات من جوجات من الباديه وجوجات من المدينه. غديرها القتال وتقد بها. باش كل اللي مشيت عندها تعطيني وقت. هاد الدار في دار. بنت البادية. بنت بادية غادا تستعمل معايا الكرفي وبنت الدار بيضا هنا عارفينها مقابلة صبيغاتها ودفاراتها وكذا راح يتبالك. الله يخليك من خليقتك هذيك مصيبة إن شاء الله. الشرع راه عاطينا أربعة والخامسة فابور. أنت راجل، أنت راجل وراجل وتعرف العطرة ديال الرجال. وناخذ أربعة العيالات أصحيب والله تا أربعة. الشرع عاطينا أربعة ولكن إلا كان رزق كل وحدة ودارها ونشرط عليهم ما يضاربوش. ويضحكوا مع بعضياتهم ويلعبوا مع بعضياتهم وانا بحال الامير. يا ويحي دايز وسط منهم كان طعن قر وكل وحده الولد معاها جوج ما كنت ضحكت. هنينا الله يرحم والدي راه شرا عطينا اربعه. كل وحده الولد معاها جوج وندوزين بيرمي ويمشيو يسوقوا بيا انا بحال الامير واني كل عام ندي وحده الحج فهمتي اخي ويكون معايا وليدات زوينين والبنيات بنياتي تا هما نتزوجهم واختار لهم رجال حيت عندي الاملاك غادي يجي يطمعوا فيا بحالك تايا يجي يطمع فيا يقول يعمل حاجه عطيني منك نقول شحال غتعطيني صداق خاصني يعطيني فلوس مزيان ياك حيت انا تاجر ياك احبيبي والله يسخط عليك وعا سخط راك لقيتيه